لازم تاخذ الموضوع كأنه بدك تشوف طبيب أو بدك تسأل سؤال عن صحتك بشكل عام. مرحبا، أنا زينة ملاص، Sexual Health Educator. بلشت صفحتي على الإنستغرام قبل سنتين لأنه حسيت في نقص بالمراجع التعليمية عن الصحة الجنسية والأمن الجنسي. هدفي في بداية المشروع كانت توعية وتثقيف الأهالي والأشخاص المتجوزين على صحتهم وإيمانهم الجنسي، ومع مرور الوقت لقيت إنه في كتير مواضيع نقدر نحكي فيها مثل انقطاع الحيض أو التشنج المهبلي أو سن البلوغ أو تثقيف الجنسي للأشخاص اللي على وشك يتجوزوا. What is vaginismus? It's described as the involuntary spasming and tensing of the vaginal muscles. It causes penetration to be quite painful, and in some cases, almost impossible. Plenty of the women that I work with who suffer from vaginismus describe it as something they have no control over. It's something extremely painful. كثير مهم نحكي عن هدول المواضيع لأنه كثير سهل الواحد يروح على الإنترنت ويشوف معلومات غير صحيحة أو ما بتنطبق على مجتمعنا. الخجل والتحفظ بيمنع الشخص يحكي بهدول المواضيع وما بيشوفوها من ناحية علمية أو طبية، وهذا الإشي له آثار سلبية. طبعاً هذا إشي طبيعي الواحد يكون متردد أو خجول يحكي عن هدول المواضيع، بس بعدين بيشوف إنه هذا إشي علمي وبيرتاح أكتر وبيصير ردة الفعل إيجابي ومشجع. معظم استشاراتي متساوية من ناحية الرجال والنساء، بس بحس إنه النساء تتشجع أكتر كأمهات وزوجات مهتمين بصحة عائلتهم. ضروري يصير شيء سيء لا سمح الله عشان تشوف استشاري. لازم تاخذ الموضوع كأنه بدك تشوف طبيب أو بدك تسأل سؤال عن صحتك بشكل عام. أي موقف يصير معكم أو مع أولادكم مش عارفين كيف تتصرفوا، وقتها بتقدروا تشوفوا استشاري. نصيحتي للشباب المتجوزين والشباب بشكل عام، خليكم عم تتعلموا عن صحتكم الجنسية لأنه جزء من صحتكم العامة.